نشوف تقرير عن تقليص الأجانب للمواسم القادمة. بعد اقترابنا من نهاية الموسم الرياضي الحالي والذي حقق ألقابه من حقق وظفر بمراكزه المتقدمة من ظفر وهبط فيه من هبط، يحق لنا اليوم أن نتساءل عن الموقع الذي كان يشغله العنصر الأجنبي في خارطة فرقنا المحلية، لا سيما بعد الرفض الذي بدر من اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد السعودي تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى 3 بدلا من 4، وذلك نظير التوصيات التي أخذتها اللجنة في الاعتبار من هذا الجانب. النظرة الفنية انقسمت حيال تقليص عدد اللاعبين الأجانب إلى عدة أقسام، فمن أولى تؤكد أن الأرقام توضح عدم استفادة الأندية بشكل حقيقي من العنصر الأجنبي، إلى ثانية ترى الإبقاء على 4 محترفين مع تغيير قاعدة خط عشواء التي تتخذها الكثير من الأندية في اختياراتها للاعبين الأجانب إلى قاعدة التأني والتمحيص حتى تتم الفائدة بشكل أكبر، إلى ثالثة ترى أن اللاعبين الأجانب هم الرابح الأكبر بعد توقيع العقود مع الأندية السعودية نظير المبالغ الكبيرة التي يجنونها والمستويات المتواضعة التي يقدمونها، ورابعة ترى أن تقليص عدد اللاعبين الأجانب ستضر بمعادلة تكافؤ الفرص للفرق التي ستمثل المملكة خارجيا، إلى خامسة تؤكد أن المتضرر الأكبر من الوضع الحالي هي وجوه شابة لن تجد فرصة لتقديم ما لديها. بين كل هذه الآراء المختلفة يأتي الإجماع على أن العنصر الأجنبي لا زال دون المستوى في غالب فرقنا المحلية. لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. تقليص الأجانب قرار غير جدير باعتماده في وجهة نظري طبعا، لنا يعني أسوة بالدوريات العالمية كم عدد كبير من اللاعبين الأجانب، الأجنبي يجب أن نستفيد منه، وأسهم اللاعب الأجنبي في تطوير الكرة السعودية. نرجع وراء أيام الخيارات أو الاختيارات الناجحة، ريفالينو، نجيب الإمام، تميم الحازمي، في النصر أكثر من لاعب حقيقة، في الأهلي كلهم أثروا وساهموا في تطوير الكرة حتى في الخيارات الأخيرة مع فترة الاحتراف الثانية. لكن المشكلة هي إدارية في وجهة نظري، إدارية من أي ناحية؟ في الخيارات أو الاختيارات، من يختار اللاعبين الأجانب؟ هذه نقطة واحدة، أنك تختار لاعبين تضغط نفسك في الاختيار وبالتالي يؤدي إلى اختيار خاطئ غير مناسب، على تختار تجمع مثلا عدد من اللاعبين على حساب المركز، أنت لا تختار يعني فقط اللاعب من أجل اسمه ولكن من احتياجات الفريق. ثانيا عدم مثلا صرف رواتب أولا بأول لبعض اللاعبين، مثلا نتحدث عن النجران، النجران عندهم لاعب مثل جهاد الحسين مثلا يقدم مستويات رائعة، تخيل أنه لم يستلم رواتبه وكان يعاني من أمور إدارية. تتحدث أيضا عن توفير أجواء ومناخات ممتازة لكي يعطي اللاعب الأجنبي، ليس لدينا أرضيات ملاعب تكون يعني ذات قيمة، مثلا تحضر بعض الملاعب، بالأمس القريب كان الراشد في مشرف الفتح يصف ملعب الأحساء بالحديقة، تخيل مثلا تجيب أحسن لاعب أجنبي ويلعب على هذا على هذه الأرضية، هل تتوقع منه يعني مستوى مفيد أو ذو قيمة؟ أنا أتصور أن هذا القرار غير جدير بالاعتماد حقيقة، ولا أن المشكلة تبقى إدارية هي مسؤولة عنها. محمد، طبعا اتفق مع اخوي يوسف، واضيف لها المشكله الكبيره الماديه، يعني نلاحظ الهلال والاتحاد سابقا لما كان عندهم كميه من الضخ المادي ارتبطت بفكر اداري، شفنا فريقين ويدعمهم لاعبين اجانب على مستوى جدا عالي، السنه هذه الاجانب والاختيارات الجيده من الشباب والاهلي وضعتهم في المقدمه. انا مع طبعا وجود يعني توافق في عدد اللاعبين مع البطولات الاسيويه، الان دخلنا طبعا في اشكاليه كيف اللاعب يسجل ومين اللي يلعب وما يلعب، اعتقد انه ما كان القرار اللي يعني ننتظر انه يعني يكون حتى لاثاره الكره السعوديه. المشكله في الاختيار، المشكله حتى في وجود مدرب مستمر مع الفريق يتم هو ياخذ هو القرارات الفنيه وترتبط مع الاداريه. خليني اجيب مثل للاتحاد لما خرج من بطولة آسيا الماضية، طلع في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال ديمتري هذول الأجانب على قد فلوسكم، فتخيل لما تطلع لهذاك المكان إلى منصة أعلى البطولات وتخرج منها على
في منطقة قريبة من تحقيق اللقب وترمي هذا الكلمة أكيد، ومع فريق يعني قارب على الخروج من البطولات هذه الكبيرة بسبب يعني سوء اختيار وظروف مادية أيضا. فاصل قصير بعده نعود للجزء الأخير من الحلقة.